والده كان عمره ما ضربه ولا أرغمه على حاجة. وفي نفس الوقت ده خلاه يهتم بالكرة وما يهتمش بالدراسة. فاتخرج وهو عنده حوالي 37 سنة من جامعة كلية التجارة، متهيألي جامعة القاهرة. فبالنسبة له كان مهم جدا الدراسة، بالنسبة له كان أهم حاجة الدراسة. كان يضربنا ساعات ويقول لنا أنا بضربكو علشان أبويا ما ضربنيش، لو كان ضربني كان يمكن عملت حاجة أحسن. وهو كان نفسه يبقى مهندس، معرفش مهندس إلكترونيات متهيألي أكتر حاجة، لأنه كان بيحب يصلح المزيكا وال اسمه إيه الاسطوانات والحاجات. بس لغاية ما الصرامة دي والشدة، لغاية ما بقينا مثلا أخويا 14 ولا وأنا 13 في الرينج ده يعني. ومن ساعتها بقى صاحبنا وحبيبنا وبنكلمه في أي موضوع وكل مواضيع ونقعد نتناقش فيها ويقول لنا رأيه. ومن الحاجات اللي كويسة قوي في أبويا أنه كان يقول لنا بصوا أنا بقول لكم أنتوا عاوزين تعملوا إيه بقى، دي حاجة ترجع لكم، بس يوم ما تعمل حاجة غلط ما تتضايقش أن الناس قالوا عليك كذا، يعني لو سرقت هيسموك حرامي، لو ترضى على نفسك تسمى حرامي وراضي بيها اسرق، أنت حر. فبيسيب لنا الحرية على طول أن احنا نختار اللي احنا عايزين بصراحة يعني. من الحاجات اللي انا برضو بتذكرها وانا لسه بقى ناشئ صغير، في بدايه يمكن اول سنه ليا في النادي الاهلي كان في مباراه، وكانت مباراه يعني صعبه وخسرنا المباراه. وانا الحقيقه من النوع اللي بحمل نفسي حاجات كتير، يعني حسيت ان انا كنت يعني ما كنتش كويس في الماتش وما كنتش بادي كويس او ضيعت جوان كتير. اديت كويس بس ضيعت جوان كتير وخسرنا المباراه. لما خسرنا المباراة أنا روحت البيت، كنت بقى طبعا عند والدي ووالدتي رحمة الله على أمواتنا جميعا، فكان يعني حالتي كانت صعبة جدا لدرجة إن أنا زعلت قوي وما كنتش عاوز أروح النادي، وحاسس إن أنا عملت يعني أنا السبب في خسارة الفرقة. كنت لسه في الناشئين يعني، كان دوت كنت أنا بلعب تحت 17 سنة وخدوني ألعب تحت 21 سنة مع الفريق الأكبر مني يعني. فكابتن صالح لما عرف يعني طلبني ورحت طبعا جريت يعني، فقال لي انت يا ابني ده مباراة خسرتها السنة دي كلها، انت خسرت مباراة، انت لازم تتعلم من الخسارة وخلي بالك انت لسه هتخسر كتير وهتكسب كتير جدا، بس انت لازم تبقى امتى الخسارة دي تديك قوة، الخسارة دي تعليك، مش الخسارة دي تخليك يعني تحط بقى دماغك في الارض، لا ارفع راسك. ولازم ده الكلمة دي أنا بقيت أرددها بعد كده لزمايلي، وأرددها بعد كده بقيت مسؤول في النادي، أرددها وقت الخسارة لازم مين اللي يقول للناس ارفع راسكم، أنت عملت إيه، أنت ما عملتش، أنت ماشي كويس لكن حصل لك مشكلة، مش المشكلة دي تخليك تاخدك وتنزل بيك، لا ارفع راسك، تعلم من خسارتك، خلي الخسارة دي دافع ليك.